أنا يهمني الغلطة الإنسانية، أما الغلطة القانونية تتحملوها كلكم وتروحوا المحكمة. أنا إزاي بتفكر كأب؟ أشكرك يا أستاذ محمد، أشكرك شكرا جزيلا. مش لأستاذ محمد بس، لكل اللي بيجوز بنته جواز قاصرات أو هي طفلة، لسه طفلة، لسه مش ناضجة، لا رحمها جاهز يستقبل أو يشيل كائنات جديدة غريبة عليه، ولا نضجها في مخها وإحساسها جاهز يستقبل حضن حد جواه. النتيجة فيكتوريا بالجنازير. بتفكر ازاي مش انت اي اب وانت بتقبض تمن جسم بنتك مثلا، برغم كل الهري اللي المنظمات الدولية والمحلية بيهروا فيه عن حقوق المرأة سنين، كم من الجرائم ارتكبت بسبب جسم الست ده. للأسف احنا في دول الرجالة فيها بتراعي حقوق الجار اكتر ما بتراعي حقوق الست اللي في حياته. اعترفوا، حقوق الجار اكبر عليكم واهم من حقوق مراتك وبنتك. خلصت سنه 2017 وطلعت تقارير تخوف من كل حته في الدنيا، فنختار عينات كده من هذه التقارير دلوقتي. المرصد المغربي للعنف ضد النساء المغاربه اللي اسمه عيون نسائيه بيقول 41% من الستات في المغرب بتواجه حالات عنف من الاسره، النص تقريبا بيتضربوا في المغرب ستات المغرب. ده في المغرب. في فرنسا، فرانس فان كاتغ بيقولوا ان ست فرنسويه كل 3 أيام بتموت بسبب العنف الزوجي على يد جوزها او رافقها او شريك حياتها. ده فرانس فان كاتغ اللي بتقول مش انا. اما في مصر بقى، في 9 منظمات نسائيه اتحدوا لمواجهه ظاهره العنف ضد المراه. الاحصائيات الرسميه في مصر بتقول إن في 5,600,000 ست بتتضرب في بيتها من جوزها أو خطيبها أو ابنها أو أبوها كل سنة. عدد مرعب، ومرعب أكتر لما نعرف إن ده الإحصائيات الرسمية اللي بيجمعوها من الأقسام ومحاضرهم ومحاكم الأسرة. دول 5,600,000 غير اللي ما راحوش للقسم أو اللي ما يعرفوش سكك المحاكم. دول بقى مالهمش غير حسبي الله ونعم الوكيل. جدل كتير قوي وكتير قوي 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 سألونا أنا. وعشان نكون صادقين، الرجالة بصراحة مش كلهم عرر، مش كلهم بيضربوا، في رجالة بتضرب. محكمة الأسرة المصرية قالت كده، قالت إن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة، مصر المركز الأول عالمياً في قائمة أكثر النساء في العالم اعتداء على جوازتهم. يا ستات ما يصحش كده، ما تضربوش رجالتكم لأن ده بيأثر على نفسيتهم من جوه. تضربيه انت في البيت، نفسيته تقب عليه، يخرج يطلع عقده علينا. مسكين عايز يثبت بأي طريقة انه راجل لأن مراته في البيت ظابطاه. دعاء عبد السلام بقى خبيرة العلاقات الأسرية قالت إيه؟ قالت إن الستات اللي بيضربوا رجالتهم دول مش من فراغ، دول قاموا بكل أدوار الراجل، فهي اللي بتشتغل وهي اللي بتصرف، يبقى منطقي هي اللي تضرب. لا لا لا، إحنا خلينا كائنات أرقى لأننا كائنات أرقى، وخليكم فعلا رجالة، بلاش تضربوا الذكور. ولأي راجل بيضرب سواء مراته أو مامته، ما تزعلش بقى، ما تتقهرش، إحنا وراك. لو اتضربت إحنا وراك، ابعت لنا ومش هنسيبك. لا لضرب الرجالة من الستات. ولكل الستات ما تخافوش، منى عراقي في ظهركم. أشوفكم الحلقة الجاية.